إلى مفدينا عبد الجليل بردودي في أضنة جنوبية تركيا وعبد حليمة في جبلة بمحافظة اللاذقية بسوريا. نبدأ من أضنة، كيف هي جهود الإغاثة حتى هذه اللحظة عبد الجليل؟ نعم عيسى، نتواجد لليوم 14 هنا في تركيا في متابعة كل مستجدات هذا الزلزال، والآن بالضبط في قرية نوردا بمدينة غازي عنتاب والتي تبعد حوالي 180 كيلومتر غرب مدينة أضنة عيسى، حيث تتواصل بعض الجهود الخفيفة فعلا جدا للإنقاذ والبحث، وهذا خاصة بعدما أعلن وزير البيئة والعمران أمس عن انتهاء عمل في فرق الإنقاذ في مدينة غازي عنتاب تماما، ولم يبقى هنا إلا البداية في رفع الركام المنتشر الناتج عن تهدم المئات والمئات من المباني هنا في هذه المدينة وأيضا في هذه القرية. وقد عاد بعض الناس أو بعض السكان إلى المباني المتضررة محاولين أخذ حاجياتهم وأخذ أثاثهم من هذه المباني، رغم أن السلطات كانت قد منعت ذلك قالت أنه لا يمكن القيام به لما يشكله من خطر على حياتهم، إلا بعد أن تقوم لجنة وزارية مختلطة بتقييم كل الأضرار وتقييم كل المباني لمعرفة أي المباني يمكن الأخذ الأثاث منها وأي أيضا المباني التي يمكن العودة إليها، خاصة بعد مخاوف وانتشار مخاوف من تفشي أمراض وأوبئة داخل المخيمات التي يتجاوز عدد الخيام بها 177 ألفا. لذلك بشرت السلطات بدراسة العديد من المباني من أجل إعادة بعض السكان إلى مبانيهم إذا تبين أنها بقيت صالحة للسكن، ونقل بعض الآخرين أيضا إلى بعض الفنادق، وذلك لتجنب كارثة بيئية محتملة مثلما يحدث عادة في الزلازل وفي هذا النوع من المخيمات. في نفس الوقت أيضا ينتظر حسب بعض الأوساط أن يعلن عن نهاية البحث والإنقاذ، نهاية كل هذه العمليات بصفة دائمة، خاصة بعد أن تجاوز اليوم 14 منذ حلول كارثة الزلزال هنا في جنوب تركيا. في نفس الوقت أيضا هناك يعني اللجان الوزارية والحكومة هنا في تركيا تعمل على تحضير سكنات أيضا وبرامج سكنية جديدة، فقد أعلنت أيضا السلطات عن انتهاء دراسة 30 ألف سكن جديد، سيدرسون فقط الأماكن التي يجب أن تكون فيها والأراضي الصالحة للبناء لكي يتجنبوا أن تكون على خط زلزالي، ويجب أيضا أن تكون على مواصفات جديدة من أجل أن لا تحدث كارثة أخرى لا قدر الله في حالة حدوث زلزال آخر. بالنسبة للدراسة قالت السلطات أيضا أنها ستعيد الدراسة نسبيا في بداية مارس في بعض الجامعات هنا، ستكون هناك دراسة مختلطة، دراسة عن بعد ودراسة أيضا حضورية، لأن أغلب الإقامات الجامعية هنا أيضا يسكنها المنكوبون الذين تضررت منازلهم بفعل هذا الزلزال. أيضا تواصل السلطات إجلاء المواطنين من هذه الأماكن، من مدينة كهرمان مرعش أيضا، حيث أعلنت الخطوط الجوية التركية عن مواصلة نقل الناس وإجلائهم مجانيا إلى غاية 1 مارس المقبل عيسى. نعم، أنتقل إلى جبلة حيث يتواجد مفدنا عبد حليمة. عبدو، هل الوضع مشابه في جبلة للوضع الذي ذكره عبد الجليل في غازي عنتاب؟ وكيف هي جهود الإغاثة حتى هذه اللحظة؟ عيسى، هنا منذ أيام يعني تم إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ على كامل رقعة محافظة اللاذقية بما فيها مدينة ومنطقة جبلة، لا توجد إلا بعض الحالات أو الاستجابة لنداء بعض الناس الذين يشكون بوجود مفقودين تحت أنقاض هنا وأخرى هناك، ولكن بالعموم تم منذ أيام إعلان انتهاء عمليات البحث.
على مستوى الإغاثة، الإغاثة دائما مستمرة وتزداد وتيرتها يوما إثر آخر مع ازدياد عدد الطائرات التي تحمل إغاثات إنسانية من كثير من الدول، إضافة إلى المساعدات الأوروبية التي أتت عن طريق مرفأ بيروت. سفينة إيطالية حطت بالأمس وفرغت حمولتها حاملة أكثر من 50 طنا من المساعدات، وهناك أيضا المساعدات المحلية وهي جيدة بطبيعة الحال. الرقم الأممي الذي ذكرتموه والذي قال بأن هناك 8.8 مليون إنسان في سوريا تأثروا بالزلزال هو ما يقل عن نصف عدد سكان سوريا بقليل، وهم أصلا يعني من الشريحة التي كانت داخلة في المساعدات وفي شريحة الناس الذين يحتاجون إلى مساعدات أممية بفعل الحرب. معظم الناس هنا نازحة لا تعيش في بيوتها وفي مناطقها وفي قراها، وعليه فإنما صرح به محافظ إدلب أمس بأن الحكومة السورية والسلطات السورية عزمت على فتح 4 قرى أمام سكانها في ريف إدلب الغربي أمام من يريدون العودة إليها، مؤشر على تخفيف الضغط عن المناطق في أرياف حلب وأرياف اللاذقية، المناطق التي لجأ أو نزح هؤلاء السكان إليها في فترة الحرب، الآن أصبحت متاحة للعودة. وأيضا هو نداء للسوريين الموجودين في الطرف الآخر الذي يقع تحت سيطرة المعارضة من أبناء هذه القرى حتى يعودوا إذا ما رغبوا بذلك ويستغنوا عن الخيام، خاصة وأن معظم المخيمات في الجانب الآخر في إدلب تعرضت لدمار كبير، وهذا قد يعطي بارقة أمل بإيجاد مأوى بعيد عن الخيم الصعبة اليوم أو بسبب الظروف الجوية. نعم. الغير مستقرة والبرد القارس عند الليل. نعم، شكرا جزيلا لمفدينا عبد الجليل بردودي في غازي عنتاب وعبد حليمة في جبلة بمحافظة اللاذقية بسوريا، شكرا جزيلا لك.